القيم التسويقيه بقى للفرقتين لكل الفرق بقى لكل الفرق لانه بس يلا خلينا نسمع او اغلى فرقه في البطوله طبعا مانشستر سيتي 1.26 مليار يورو كم؟ 1.26 مليار يورو دول في حته لوحدهم. اوكي. رقم 2 اتحاد جده اللي احنا هنلعبه يوم الجمعه 114.43 مليون يورو. يعني اتحاد جده داخل في 114.5 مليون يورو قيمته التسويقيه قيمه لعيبته كلها. بعد كده فلومينينزي البرازيلي، يعني اتحاد جده اغلى من فلومينينزي. فلومينينزي البرازيلي 107.6 رقم كبير برضو. طبعا كبير. 1.7 107 ان هم 6-7 مليار. لا دول 6-7 مليار. لا ده 107.6 مليون يورو. كلوب ليون المكسيكي 38.8 مليون يورو رقم 4. النادي الاهلي رقم 5 في القيمه التسويقيه في البطوله 30.45 مليون يورو. بعد كده اوراوا الياباني 19.35 مليون. بعد كده اوكلاند سيتي النيوزيلندي 5.33 مليون يورو. يعني النادي الاهلي كمان في الارقام اقل معدل اعمار في البطوله. طب ده مهم برضو نعرف. يعني مهم جدا. مهم جدا اتحاد جد عامل تحديد. النادي الاهلي قائمته معدل الاعمار فيها 25.9 من 10، وده رقم بياكد ان النادي الاهلي يعتبر فرقته تعتبر نوعا ما فيها لاعيبه شابه كتير. صحيح. مقارنه بباقي الفرق، اوكلاند مثلا الثاني 26، يعني اتحاد جده 26.8، مانشستر سيتي 27.1 من 10، اوراوا الياباني 27.3، فلومينينزي البرازيلي 27.5 معدل الاعمار، كلوب ليوني المكسيكي 27.8. فانت النهارده معدل يعني القيمه التسويقيه ما بين النادي الاهلي ونادي اتحاد جده 114 اتحاد جده مقابل النادي الاهلي 30.4، فرق كبير في القيمه التسويقيه. معدل الاعمار للنادي الاهلي 25.9 اتحاد جده 26.8. فهم انا بشوف ان معدل الاعمار عندهم كبير، حتى اللي بيلعب اساسي 8 لعيبه فوق ال 30 سنه و3 21 سنه. كريم الجوائز. كيمو. الجوائز طبعا بقى الجوائز الماليه للبطوله اكيد طبعا جوائز ماليه كبيره في ظل البطولات واللي احنا بناخدها في الوقت الاخير. يا كابتن اسلام، بطل المونديال الانديه هياخد 5 مليون دولار طبعا، يعني رقم كبير يعدي ال 150 مليون جنيه مصري. بنتكلم الوصيفه 4 مليون دولار، صاحب المركز الثالث 2.5، صاحب المركز الرابع 2 مليون، المركز الخامس 1.5 مليون، المركز السادس 1 مليون، وصاحب المركز الاخير اللي هو اعتقد خلاص بقى اوكلاند سيندي هياخده 500,000 دولار. طبعا ارقام كبيره. انا راضي باربعه. نعم انا راضي باربعه، انا نفسي في الخمسه. طبعا ده اكيد كانتي خد رجل المباراه في مباراه اوكلاند، وفعلا كان مميز جدا في خط الوسط. بس بكل امانه لازم نتفق على شيء، مباراه اوكلاند سيتي خارج التقييم الفني او مقارنه باي مباراه ثانيه. ان فعلا بنتكلم على فرقه محترفه للغايه كانت بصراحه بتواجه. ان هم اسلام اتكلم في النقطه ديت انك ما بتحسبش اهتموش الاول. يعني هم احترموا، يعني هم تعاملوا مع المباراه بشكل احترافي كبير جدا. نعم. وكان ممكن يكسبوا اكتر من كده. صحيح. بس الامانه برضه في الشوط الثاني هدوا الريتم تماما. طبيعي. عشان لا يعني ده كلنا كنا احترموا هم ضيوفهم. يعني انا الشوط الثاني مسكنا التليفون اللي هو قعدنا نلعب بكاندي كراش. لكن الشوط الاولاني كنا منسجمين جدا ومبسوطين باللعب.